السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة. موعد مباراة برشلونة أمام ريال مدريد في الجولة السابعة من الدوري الإسباني الموسم الجديد 2020-2021 كلاسيكو الأرض. المباراة هيكون ميعادها بإذن الله تعالى يوم السبت 24/10/2020 بكرة بإذن الله بين برشلونة وريال مدريد، ميعادها الساعة 4 مساء بتوقيت مصر في الجولة السابعة. المباراة ستلعب على الكامب نو ملعب برشلونة. المباراة بعد الساعة 4 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 5 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام سوريا والأردن وفلسطين ولبنان، الساعة 6 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، الساعة 3 عصرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 2 ظهرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. بالنسبة للقنوات الناقلة قناة بي ان سبورتس اتش دي 1 وبي ان سبورتس اتش دي 3 وبي ان سبورتس 4K ومعلق المباراة حفيظ الدراجي، وعليكم القنوات الأجنبية الأخرى الناقلة للمباراة. متابعينا الكرام، ريال مدريد حاليا في المركز الثالث بعد ما لعب 5 مباريات ولديه 10 نقاط. برشلونة في المركز التاسع بعد لعب 4 مباريات ولديه 7 نقاط. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة من الآخر الخلاصة. قدمنا لكم موعد مباراة برشلونة القادمة أمام ريال مدريد، أو موعد مباراة ريال مدريد القادمة أمام برشلونة كلاسيكو الأرض الجولة السابعة من الدوري الإسباني. اشترك في القناة بضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك، سبسكرايب اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.